لذلك ارحب في هذه اللحظات بالاستاذ عمرو شاهين الرئيس التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم. استاذ عمرو مساء الخير على حضرتك وتحياتي ليك وتحيات الكابتن شريف عبد المنعم ومحمد حشيش لحضرتك. مساء الخير استاذ محمد مساء الخير وتحياتي ليك وتحياتي لجمهور النادي الاهلي العظيم ولجمهور مصر كله. اهلا بحضرتك. تحياتي الخاصه للكابتن حشيش والكابتن شريف كان زميل ايضا في قناه اوروبا يعني. اهلا بحضرتك استاذ عمرو. طيب محتاجين نعرف من حضرتك اخر الترتيبات واخر المستجدات الخاصه بمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا واكيد في استفسارات عديده وكثيره بخصوص هذه المباراه. يعني هو ان شاء الله زي ما حضرتك عارف احنا كنا بنحاول نتواصل مع الاخوه في المغرب وايضا مع الاتحاد الافريقي لكره القدم، كنا بنحاول نتواصل مع الاثنين عشان الترتيبات، لان احنا زي ما انت عارف كل اللي يصلنا دلوقتي على المباراه حوالي 6 ايام ورسلناهم، لان كان في بيانات كتير خرجت في الفتره اللي فاتت عن ان في تنسيق، لكن على ارض الواقع ما كناش تلقينا اي حاجه بخصوص عمليه دخول المباراه المخطط لجماهير النادي الاهلي، التنسيق بالنسبه للامور اللوجستيه، الخطه الامنيه للمباراه، التحركات بتاع الفريق الاول. يعني انت عارف استعدادا لاي مباراه بالحجم ده المفترض ان في مانيوال كامل او كتيب كامل انت بتبعته للفرق المشاركه تشرح لهم ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم في الامور اللي زي دي، زي بالظبط لما حضرتك بتستضيف بطوله كاس افريقيا او البطولات المجمعه. لكن اعتقد هو الوضع يمكن جه مفاجئ شويه بالنسبه للاخوه في الاتحاد الافريقي المره دي، لان المباراه لاول مره على مدار ال3 سنين من قرار اللعب في ارض محايده اللي خده الاتحاد الافريقي من خلال مكتبه التنفيذي، لاول مره هتقام قدام حضور جماهير. احنا قبل سنتين لعبنا مع الزمالك مباراه بدون جمهور، السنه الماضيه لعبنا مع كايزر شيف في المغرب في حضور محدود جدا وبرده كان بدون جمهور نظرا لظروف الكورونا، والاول مره السنه دي المباراه هتقام بجمهور، فتقريبا هم ما كانوش جاهزين للموقف ده. فاحنا خدنا المبادره بعد التواصل مع جميع الشركاء داخل النادي وداخل مؤسسه النادي الاهلي، وبعد التواصل ايضا مع المستشارين القانونيين لينا، وبدانا يعني نطالب الاتحاد الافريقي بوضع ضوابط الخاصه بالمباراه. والنهارده يمكن جالنا اول رد فيما يخص هذه المباراه من خلال السكرتير عند الاتحاد اللي اعلن من خلاله ان هيبقى في 45,000 تذكره للمباراه، منهم 10,000 تذكره لكل فريق و 5,000 تذكره ل رعاة خاصين بالاتحاد الافريقي والشركاء بتوع الاتحاد الافريقي لكره القدم، و 20,000 تذكره للبابليك فان او للجمهور العام. مش عارف صراحه البابليك فان ده ينطبق على مين بالضبط في المغرب، لكن هي معايير اوروبيه. ماشي يعني على الاقل عملنا خطوه ان عرفنا اخيرا يعني وقبل 5 ايام من المباراه وضعنا ايه بالنسبه للحضور الجماهيري. بنعتذر طبعا لجمهور النادي الاهلي، لكن فعلا دي حاجه خارج ايدينا، احنا كنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوفر افضل الظروف عشان نعرف نقدر نودي عدد الجماهير ايه، الناس تقدر تحضر ازاي ولا لا، كان علينا ضغوط كبيره جدا، لكن فعلا الامور كانت يعني مش واضحه عن ارادتنا يعني. اكيد. طيب النهارده اول خطاب رسمي، اول خطاب رسمي النهارده، النهارده كان الساعه حوالي 1:15 اول مخاطبه رسميه جت الاتحاد الافريقي. النهارده زي ما حضرتك عارف الاربع ان شاء الله يوم الاثنين اول مخاطبه رسميه فيما يخص هذه المباراه، ودي الضوابط اللي اتكلموا عليها. هم اشاروا برضه في خطابهم ان هيبقى في حضور ل 10,000 متفرج زي ما قلت لكل فريق، وان في حاله ان النادي الاهلي جماهيره كانت اقل من 10,000 متفرج فهم بيضمنوا الحفاظ على، حتى لو احنا ما اشتريناش بقيه التذاكر بيضمنوا الحفاظ. ده برضه عكس اللي احنا سمعناه ان هيبقى في اهداء لتذاكر المباراه من الجانب المغربي، فاحنا هنلتزم بالمخاطبات الرسميه مش بالمؤتمرات أكيد. والحاجات اللي هي بتصال تحت نطاق الشعارات. يعني النادي الاهلي دايما مؤسسه ومؤسسه كبيره جدا ونظامه هو نظام مؤسسي، فالمخاطبه الرسميه اللي جات لنا ان هيبقى في 10,000 متفرج، في حاله ان النادي الاهلي اشترى 1,000 اشترى 9 الباقي هيتم ضمانه ان يفضل مخصص برضه للنادي الاهلي.
يستخدمه بالصوره اللي يراها مناسبه يعني. تمام. طيب تاكيدا لكلام حضرتك برضه عشان الناس اللي لسه بتتفرج دلوقتي وهتسمعنا، الاستاذ عمرو شاهين الرئيس التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم اعلن بشكل رسمي ان النهارده منذ حوالي ساعتين يعني تلقى النادي الاهلي خطاب رسمي من السكرتير العام للاتحاد الافريقي الكونغولي فيرون امبومبا، وقال في خطابه ان المباراه هيكون فيها طرح ل 45,000 تذكره، ودي السعه المخصصه لمركب محمد الخامس، 10,000 تذكره لجمهور الاهلي، 10,000 تذكره لجمهور الوداد، 5,000 تذكره للرعاه والشركه الراعيه للاتحاد الافريقي، و 20,000 تذكره هتطرح للجمهور العام. هو نظام اوروبي زي ما قال الاستاذ عمرو، لكن طبعا انت بتتكلم هنا يا استاذ عمرو في مساله ان ال 20,000 تذكره للجمهور العام على حسب بقى اللي هيتم اقتنائه من خلال موقع الاتحاد المغربي عبر الانترنت، بقى يطلع من تونس، من المغرب، من الجزائر، ايا كانت الاعداد اللي هتحضر من خلال هذا الرقم. المصريين المقيمين بقى هناك. الو؟ هو منطقيا هيبقى يعني الجمهور المغربي يا استاذ محمد، يعني احنا مش واضحه يعني الامور واضحه يعني، لكن ماشي احنا على الاقل يعني على الاقل اخيرا عرفنا يعني بدايه القيد اللي احنا رايحين نلعب ماتش نهائي افريقيا، مفترض ان ده واحده من اكبر المباريات، المباراه الاكبر على مستوى الانديه في القاره يعني. حقيقي. فقبل خمس ايام من المباراه احنا لاول مره بنعرف احنا وضعنا ايه على الاقل على مستوى التذاكر يعني. تخيل حاجه، انا مفترض ان انا كنادي اهلي انظم رحله لمشجع النادي الاهلي، رحله 11 ساعه طيران ذهاب وعوده، وهيسافر محتاج يفرج تاشيرات، فبيتم من خلال الكلام ده يعني. الخبر الكويس جدا ان شاء الله اللي نشجع جمهورنا عليه ان في مساحه ل 10,000 مشجع اهلاوي ان شاء الله، ان البيت كمان هيحصلوا عليها ابون ارايفل او بمجرد وصولهم بالمطار، واظن احنا كنا سباقين في الاعلان عن ده بالامس. صحيح. من خلال الشركتين السياحه الممثلين للنادي الاهلي في الامور التنظيميه الخاصه بالجماهير. فاعتقد الحقيقه اداره النادي الاهلي ما بتفخس اي جهد في ظل الظروف اللي احنا يعني متواجدين فيها، ان احنا نوفر افضل ما يكون لجمهور النادي الاهلي، لان هو ده اهم حاجه عندنا، هو جمهورنا في الوقت ده، والمباراه اللي احنا عايزين نركز فيها بالكامل، ودي اهم حاجه او اولويه للنادي في الوقت الحالي. تمام. استاذ كابتن حشيش، كان عايز اوجه سؤالك يا استاذ عمرو، اتفضل. مساء الخير يا استاذ عمرو. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ الله يخليك. بقول لحضرتك، هل يعني مفيش ادوار للاتحادات المحليه في الموضوع ده؟ يعني اتحاد الكره المصري ملوش دور في الموضوع ده؟ دور من ناحيه ايه يعني؟ يعني نواحي تنظيميه بالنسبه للتذاكر والجمهور، يعني هل الاتحاد المغربي له علاقه مع الشركه المنظمه هناك للمباراه؟ بص حضرتك، هو هناك اللي بينظم هو الاتحاد المغربي، يعني مزبوط. هو المفترض زي ما انت عارف حضرتك اللي بيقدم اصلا على تنظيم هذه المباراه كان بيبقى الاتحاد الوطني. تمام. في الحاله دي هو الاتحاد المغربي. تمام. حتى في المخاطبات الاخيره اللي دارت على مدار الفتره الماضيه كنا بنوجه الرسائل بتاعتنا للاثنين، للاتحاد الافريقي وللاتحاد المغربي. تمام. وفقا للبروتوكول اللي حاطه الاتحاد الافريقي. وزي ما بقول لحضرتك ده اول رد يجي، الرد جه عن طريق الاتحاد الافريقي وليس عن طريق الاتحاد المغربي، لكن طبعا الرد ده كان في منه نسخه للاتحاد المصري، وطبعا بصفته ان هو الاتحاد اللي بيتبعه النادي الاهلي. تمام. الاتحاد المغربي مش بصفته بس المنظم، ولكن ايضا بصفته الاتحاد اللي بيتبعه نادي الوداد المنافس. صحيح. المباراه النهائيه ان شاء الله. صحيح. طيب استاذ عمرو، في جزئيه متعلقه بال 10,000 تذكره الخاصة بجمهور الأهلي، يعني هيتم طرحها ازاي او هيتم اقتنائها ازاي من جمهور الأهلي بخلاف الجمهور اللي هيسافر يوم الماتش؟ يعني مثلا في جمهور أهلي موجود في المغرب، هل الاتحاد الافريقي في خطابه وضح الجزئية دي بالنسبة لكم؟ استاذ محمد، كويس جدا الناس ردت علينا اخيرا في الجزئية اللي هي بتاعت التذاكر، ده خطوة غير مسبوقة يعني في الفترة اللي فاتت يعني. تمام. ردوا علينا، لكن بص انا لا اقدر اقوله لك، وانا بقول لك انا بلتزم حرفيا باللي موجود في الخطابات. واضح. ان يعني الاتجاه طبعا برضو هيبقى من خلال الطرح، من خلال المواقع الرسميه للاتحاد المغربي. اكيد. بالنسبه للتذاكر الباقيه يعني، لكن التذاكر المخصصه لينا احنا يعني كان بالفعل حصل اتصال، وزي ما بقول لك الشركتين اللي هم وضع النادي الاهلي ثقته فيهم ان هم مسؤولين عن هذه الرحله بالكامل، ووكلهم كمسؤوليه كامله فيما يخص نقل جماهير النادي الاهلي وتوفير كل المتطلبات عشان يعني يحصلوا على اكبر قدر من الخدمات في اطار الرحله اللي ان شاء الله تكون رحله موفقه للمغرب. ف
هم في تواصل اصلا مع الجهات السلطات المغربيه، وان شاء الله ما فيش قلق في موضوع التذاكر بالنسبه للجماهير اللي طالعه في الرحلتين. اللي ما ردش علينا فيه الاتحاد الافريقي بصراحه بوضوح هو وضعيه برضو الجماهير اللي جايه تشارك. يعني انت عارف ان في جماهير، ودي فعلا مش مبالغه دي حقيقه، يعني في جماهير اهلاويه عايزه تيجي من دول الخليج، من الامارات ومن السعوديه ومن قطر. مش معقوله هقول له انزل في مصر الاول وبعدين كمل الطياره للمغرب. فبرضو دي نقطه مش واضحه. عندنا جمهور وانت عارف الكلام ده هيجي من اوروبا مخصوص عشان يجي يشجع النادي الاهلي من كل حته، من كل الدنيا بالظبط. مش هقول لك هروح النهارده في 10,000 هيجوا من اوروبا، لكن في جمهور هيجي حتى لو فرد واحد. مهمتي ان انا كمنظم اكون ضامن للفرد ده نفس السهوله. في جماهير ودي حقيقه عندها مصريين ما شاء الله رايحين باريس عشان يشجعوا ليفربول قدام ريال مدريد او يستمتعوا بمباريات ريال مدريد وليفربول، وعندهم رغبه ان هم يطلعوا من باريس. طبعا هتشوف الفرق، يعني النهارده هو عنده طول او عارف هو وضعه ايه وعارف ان النهارده هو قاعد فين في الملعب في باريس. لكن انا مش قادر حتى ارد عليه هيخش ازاي المغرب يوم المباراه. يعني احنا مش عايزين نحمل برضو القاره الافريقيه، احنا منطقيين جدا واحنا ضمن هذه القاره اللي احنا بنتشرف بيها وبيسعدنا نكون جزء منها. لكن احنا كنا دايما اللي بالنادي بيه ان احنا عندنا فرصه مساويه للدفاع عن لقبنا، هو ده كل الحاجه الوحيده اللي احنا بنطلبها يعني. وان شاء الله يا رب باذن الله يعني تكون رحله موفقه للنادي الاهلي، والاهلي اسمه ما اتعمل في ظروف دايما بمثل هذه الظروف، ويمكن احيانا كانت بتبقى اصعب. فثقتنا كبيره ان شاء الله في باذن الله باذن الله. استاذ عمرو شاهين الرئيس التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات والتفاصيل، وجاوب لنا على تفاصيل كتيره كنا لسه بنتكلم فيها بعد بيان الاتحاد المغربي، وكشف عن ان في خطاب رسمي تم ارساله من الاتحاد الافريقي حدد فيه عدد التذاكر والنسب المخصصه لكل نادي. 10,000 تذكره لجمهور الوداد، 10,000 تذكره لجمهور الاهلي، 5,000 تذكره للشركه الراعيه ورعاه الاتحاد الافريقي، و20,000 للجمهور العام. وبالتاكيد يعني احنا بنتكلم جمهور الوداد يعني بنتكلم في 30,000 او 35,000 هيكون، او 40,000 لجمهور الوداد.